عليكم وعلى كل مستمعيكم الكرام، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والسلام إن شاء الله. تسلم يا قصي، تسلم، وكل سنة وانت طيب. طبعا قبل أي حاجة عايزين نتكلم معاك النهاردة عن أجواء رمضان خاصة في العراق. أهل العراق بيحتفلوا إزاي برمضان؟ أجواءكم، سفرتكم، حياتكم في رمضان بتبقى عاملة إزاي؟ والله احنا اجواءنا بالعراق يعني مثل كل الناس، مثل كل الدول الباقيه، يعني تجمعات بالبيوت وزياره الاصدقاء والاقارب، وتعرفين اللمه الحلوه اللي عندنا العراقيه، والجميع الاكلات اللي تشوفوها في رمضان، في سفره رمضان. طب لو سالتك انت اكتر اكله بتحبها وبتحب تشوفها على السفره في رمضان ايه؟ والله واحد يعني برمضان يكون جوعان، فكل شيء يشوفه ياكله. خلاص مش هنشوفك في رمضان. يعني هو الاكلات يعني المفضله عندنا بالعراق، يعني الدولمه، القوزي، السمك المزقوف، البرياني، يعني هاي الاطباق الرئيسيه. جوعتنا يا قصي. حاضرين، نسوي لكم احلى عزيمه. تسلم يا قصي. طيب انت وين موجود هلا قصي؟ أنا حالياً بالرياض، عندنا بعد كم يوم إن شاء الله تصوير حلقة ليالي رمضان. أنا والوالد إن شاء الله حتكون إن شاء الله راح تعجب الجمهور إن شاء الله، راح تكون لايف. وانتظروا إن شاء الله بإذن الله. احكي لنا على التحضيرات للسهرة الرمضانية مع والدك، وتحية ليه طبعاً النجم الكبير حاتم العراقي. والله التحضيرات، وراح نكشف فيها يعني الأجواء الرمضانية بالعراق، ويعني هم بعد محضرين مفاجآت ما نعرف شنو هي على الهواء تطلع. فإن شاء الله نكون بحسن ظن الجمهور ونعجبهم إن شاء الله، نكون خفيفين نظل أكيد. طب هم محضرين لك مفاجآت، أنت بقى محضر لنا مفاجآت إيه؟ أنا محضر لكم في أغاني إن شاء الله قاعد أحضرها لبعد العيد. إن شاء الله تم تحضيرها في أكثر من عمل، وراح يتم اختيار عمل واحد لتصويره إن شاء الله، وراح ينطرح بالايام القادمه للجمهور اكيد. طيب ايه الحصري اللي ممكن اخده من اللي انت قلته ده كله؟ دي حاجه حصريه حلوه كده. الحصري والله ما اعرف شنو اقول لكم، لان يعني ما اعرف شنو اللي راح ينزل بعد العيد، اي اغنيه اللي راح تنزل. احنا في عده اغاني. بس انا يعني متعامل مع الفنان علي صابر، ومع الملحن ايضا مصطفى الربيعي، ويعني في عدة أعمال أكيد راح تعجب الجمهور بالأيام القادمة، راح أقدم لهم أجمل ما عندي وأكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. كلهم هيكونوا باللهجة العراقية ولا هيكون في تغيير أو تنوع؟ أنا حاليا مركز باللهجة العراقية، ويعني هي اللهجة البيضة المفهومة للكل. بس إن شاء الله بالأيام القادمة يعني أكيد راح أقدم غير لهجات أكيد إن شاء الله بإذن شاء واحد أحد يا رب. قصي، هو سؤال ممكن سؤال تقليدي ومش تقليدي، بتاخذ لهاللحظة يعني أنت انطلقت من برنامج مواهب، وهلا ما شاء الله عليك صار عندك وجود على الساحة الفنية وأثبتت وجودك وبموهبتك وصوتك الحلو. في أيامنا هذه في الوقت الحالي بتاخذ رأي والدك، رأيه الفني طبعا؟ أكيد طبعا أنا والدي هو الداعم الأساسي لقصي، فأنا أخذ رأيه باختياراتي الأغاني، أخذ رأيه بكل شيء، لأن تعرفين هو يعني خبرته طويلة، ورغم يعني 30 سنة تقريبا أو أكثر، فأكيد هو كان عنده يكون عنده الخبرة الكافية إنه يعطيني مثل ما نقول اللي المختصر. طب قصي، هسألك سؤال وجاوبني بأمانة. نعم. طيب لو في عمل عجبك قوي ونفسك ان انت تشتغل عليه، وهو قال لك انه شايف انه لا العمل ده مش مناسب ليك، هتعمل ايه؟ هو ما يجبرني على اي عمل انه لا تطرحه، هو يعطيني رايه. لان تعرفين هو جيله مختلف عن جيلي. يعني هو جيله يمكن يسمع اغنيه ما يحبها، بس يمكن الاغنيه راح تعمل شيء وراح يحبوها العالم. بس لكن هو يعني ما راح تعجبه، وما راح توالمه هو كحاتم او كهو مثل ما نقول بالتسعينات او هيك. هم كان عندهم الاغاني جدا حلوه، وجدا يعني اختياراتهم كانت راقيه. فالان الجيل اختلف، لازم نواكب العصر، ولازم يعني لازم نمشي مع الجديد. بس يبقى في اختيار الكلمات واللحن المناسب، واللي ما بيها اسفاف، واللي ما بيها
اي خدش واي، المهم نقدم اغنيه راقيه حلوه ما بها اي اسفاف. ممتاز. طيب سؤال اخر. انا مركز باختياراتي للاغاني، مركز انه انا جدا، هو يقول علي انت نحس بالاختيارات. ليش؟ اي لان انا لان هو مرات يبعث لي اغاني انه اسمع هذه اسمع هذه، فانا يعني اسمع واشوف اسمع واشوف. انا جدا اسمع، احب اسمع الاغنيه اكثر من مره، احب ان اطول بها لحد ما اختار الاغنيه، فانا جدا دقيق باختياراتي للاغاني، واكيد ما راح انزل شيء اذا ما يعجب الجمهور ان شاء الله، حتى لو ما سوى شيء، بس انا منزل شيء ما راح يضر اسم قصي حاتم بالايام القادمه. ما والله برافو ما شاء الله عليك قصاي. طيب والدك الفنان حاتم العراقي بياخذ رايك يعني بيستشيرك بحاجات؟ اي طبعا طبعا. ايه الجمال ده؟ طبعا ياخذ رايي بالاغاني اللي اختارهم وبكل شيء. يعني هو انا ويا اصدقاء، مش علاقه اب بابنه، انا ويا جدا اصدقاء وجدا متفاهمين، ودائما طلعاتنا مع بعض، سفراتنا مع بعض، فتلاقينا احنا اصدقاء. ربنا يحفظه ويديله طول العمر يا رب. ان شاء الله يا رب. قصاي رح نطلع فاصل قصير على الاخر ونرجع مع بعضنا، خليك معنا. تمام. يلا تروح في حته قصاي. لا انا وياك. يلا خليك ويانا. رمضان يجمعنا بانوراما اف ام، ومكملين لقائنا مع فناننا الجميل قصاي حاتم العراقي. سوري لو طولنا عليك يا قصاي. لا بالعكس، حاضر. تسلم يا حبيبي. قصاي عايزين نعرف منك هتقضي العيد فين؟ ايه اللي بيحصل؟ عندك حفلات في العيد؟ رايح فين؟ جاي منين؟ تفاصيل. والله في تحضيرات ان شاء الله بالعيد، راح اكون في دبي عندي حفله. واكيد في تور ان شاء الله في اوروبا وفي امريكا. واكيد عده حفلات ان شاء الله راح اقدمها، راح يكون اكو علم اكيد للجمهور، لان انا متواصل معهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعرفون اخباري بكل هذه الصفحات اللي عبر الانستغرام او السناب شات او تويتر او فيسبوك، فلهذا انطيهم كل اخباري وكل تفاصيل حتى يعرفون الجمهور وين انا. طب انا عتبان عليك في حاجه على فكره. نعم. حاضر. عندك حفله في العيد وفي دبي وما قلتلناش وما عزمتناش، ينفع؟ انتوا اول معزومين. ينفع كده يا قصاي؟ هو انا تحت الهواء انا عزمتك. لحظه قصاي، قبل ما تعزمنا على الحفله، انا وين عزمتك قبل ما قلنا لما تكون في دبي وين راح تكون ان شاء الله؟ اكيد راح اكون على الاستوديو. شوف على الهواء، اخذه منك كلمه انا تو على الهواء. واكيد راح نعمل لقاء مطول. طبعا راح نجيب عازفين وراح نعمل يعني حلقة مميزة إن شاء الله يا قصاي. بما أنه حكينا على مواقع التواصل الاجتماعي وعم نشوفك ما شاء الله نشط وبتحط يعني مش أي محتوى، يعني مبين أنه بتدرس المحتوى متاعك قبل ما تحطه، تحط التفاصيل، مش أنه بس صور أو بفيديوهات أو مقاطع، حتى بتحط الأعمال لوالدك أو لقطات من حفلات والدك. أنت بتشرف شخصيا على المحتوى اللي بينحط على السوشيال ميديا أو عندك ناس بتشتغل لك على الموضوع؟ لا أنا أشرف شخصيا على مواقعي، ويعني في شخص بس يعني يستشيرني قبل ما ينزل اي شيء. فيعني انا جدا دقيق، ما انزل اي شيء، يعني تعرفين لظروفنا ولي يعني شغلنا والسفر، فلهذا يعني يكون ما عندنا يعني وقت انه نصور اكثر، وانه بس اوعد الجمهور بالايام القادمه ان شاء الله راح اكون نشط بالمواقع التواصل الاجتماعي اكثر من هسه باذن واحد احد. لا الله يسلمك. يعطيك الصحة قصاي، ما فماش من احلى من صوتك انه نختم به اللقاء معك، ومستنينك طبعا ان شاء الله باول ما تيجي على دبي. سعيد بمشاركتي وياكم، وشكرا لكل مستمعيكم على بانوراما اف ام، وشكرا للاستاذ زياد حمزه، وشكرا لكم يا احلى صبايا، وان شاء الله يعيشك يا قصاي، ان شاء الله نشوفك قريبا جدا باستديوهات بانوراما اف ام. وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. يعيشك. شكرا جزيلا، كل عام وانت بخير يا رب. يعيشك، شكرا لك. خلصت حلقتنا النهارده، شبه خفيف ظريف. نفس كل يوم. خلصت حلقتنا لليله، لكن مستمعينا بكره عنا ثنائيه جديده وحزوره جديده وحلقه جديده، اخبار جديده وضيوف جديد كمان. أكيد. خليكن على الاستماع وكملوا استمتعوا ببقيه برامج بانوراما اف ام.
وطبعا في ختام حلقتنا لليلة بنتمنى انه تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة على مدار ساعتين من الوقت اتعرفنا فيهم على ثنائية من ثنائيات الخليج اللي ضحكونا واسعدونا على مدار سنوات طويلة. كمان استمتعنا بلقائنا مع الفنان الجميل قصي حاتم العراقي، وبكرة بإذن واحد أحد زي ما نوها قالت هنرجع لكم بحزورة جديدة، فزورة جديدة، ثنائية جديدة وساعتين من الوقت. وكمان هيكون معنا بكرة ضيف على الهوى، هتعرفوا بكرة مين نجمنا أو نجمتنا لحلقة بكرة. ودلوقتي هنقول لكم تصبحوا على ألف خير ونشوفكم ونسيبكم في أمان الله. في أمان الله، وباي باي. باي باي.